ومازال نموتوا عليها اليوم وغدوة وغير غدوة. هذا ما كان أولادنا أولاد أولادنا الأخر في الجزائر لازم يقربوا للحق. الله يحفظك وتحيا الجزائر. Thank you.
الله يعاونكم. هكذا راكم دايرين. سي عبد القادر رانا نشوفوك دايما نشط في كل تطوع راك معاها. واش قلنا شويه على مقبره الشهداء تاع حنايا؟ قولي صراحه اخويا واش نقول لك، شي حير بزاف. علاه؟ بلي كلشي مهمل. ما كان عماكش غير نقول لك، راك تشوف انت، راك فيلمي وراك تشوف كارثه. عطانا واش هو السبب اللي خلاوها مهمل هذا الاهمال؟ الاهمال وراها منظمه ابناء الشهداء اللي لازمهم يراقبوا وهما يخدموا ثاني كيعاونوا. وراهم وراهم جماعه اللي قاضي في الولايه. وراهم هذا الشيء، هذا مقبره الشهداء تهم كل جزائري وخاصه سكان ولايه تلمسان والحنايا ومغنيه. كرم يديروا كل كما يجي وقت الديزرباج جميع البلديات يجيو. معليش معليش نضم كاع لسانو في الشهداء وانا نمدوا اليد في اليد ونديروا حاجه ونعطيهم مثال. حقيقه بصح الناس ما راهاش تدير الخير. الناس ما راهاش تحوش على الخير. خير يسهل ولا بليبار يحوشوا على مصلحه شخصيه يا عمر جيبه ويروح. واش هو الميساج؟ واش هو الميساج اللي تمدوا لهم؟ واش نقول لهم الميساج؟ الله يهديهم والسلامه يجيو. خاصه ابناء الشهداء ابناء الشهداء نسمعوا بهم برك. ما نعرفهمش خلاص. نورمالمون هما كيجيو يشوفوا هاد الظاهرة هادي قادر يخلص من جيبه خدام يعطيه يومين ولا ثلاث ايام يعاون، ولا يشوفوا واش يديروا جمعية خاصة يتكلفوا بشوية من مقبرة الشهداء. مقبرة الشهداء نقية في الدخلة تحت، هي في الدخلة نقية واش ادروات صحة هاك وهاك. هادي ثاني أكبر مقبرة شهداء في الجزائر. هذه المقبرة الثانية بالنسبة للوطن في الجزائر. الجزائر هذه المقبرة الثانية. المقبرة أكبر مقبرة ثانية في الجزائر. ما نحكي لك ربي راه يشوف. شكرا بارك الله فيك. بارك الله راه رجعوا وطوعوا هذا اليوم، اليوم المبارك. وهذه مقبرة الشهداء وكاع سالوا فيها. معليش ماذا بينا هاد الشبيبة يعرفوا بلي هاد البلاد ضحاو عليها ناس كبار. هذه ماذا بينا يتعلموا يعرفوا وين راحوا. حميشة تحية الجزائر. تحية الجزائر. واش قلنا على هذا النهار تاع التطوع تاع مقبرة الشهداء؟ الرحيم هذا النهار مبروك ورحنا تلايمنا باش نديروا هذه الحملة التطوعية سبيل الله ونمدوا المثل هذول الشهداء اللي راهم هما يعرفوا يجيو خلاص يمشيو يخلصوا يجريوا. أرواح أخويا وشوف هاد الشهداء اللي راك تخلص عليهم أنت، أرواح شوف الوضعية اللي راه فيهم. حنا نمدوا لهم المثل بالعربية، حنا ناس مساكن بصح كاع جزائريين وكاع جزائريين وكاع سالوا في هذه البلاد. سالوا في الجزائر، حنا ما خرجوش بصح المثل. حنا نقول لهم هذا العبره باش يشوفوا خطره اخرى، باش ماشي غير
الشهيد خصك تعطيه. وهذا هو الوجه تاع الشهداء تاعنا. قراص على قراص هاد الرجال اللي رحنا ناكلوا ونشربوا ورحنا عايشين. سمعتي قراص على هاد الرجال اللي ضحوا على البلاد باش اليوم رحنا نتمتعوا ورحنا ناكلوا. اما المسؤولين خموا شويه لربي وروحوا خدموا البلاد. خموا شويه لربي. فانا تراها على حال. نتمنى من المسؤولين شوف الشباب تاعنا الرياضيين صغار حطنا عندهم مسؤول كبير. نتمنى الصوالح اللي راه خاصينهم يديروا اللعبه تاعهم وحنا الوقت اللي يحتاجونا راه حنا واجدين. ونتمنى الشباب هادو ما يعمروش مسارهم بالبوليتيك. انا نظن على حسب ما فهمت وهو كيما تحتاجوهم يوم التطوع حتى هما يحتاجوهم باش يعاونوهم كيما هادو الشباب جايين. هادو الشباب الرياضيين تاع كاكو. ايوا ان شاء الله الجايه ان شاء الله. وهما بنفسهم دائما نتذكر معاهم يرام متمنين بزاف صوالح اللي هما يكبروا ويربوا اجيال واحده ويعيشوا حياتهم ثاني ويربوا اجيال واحده اخرى اللي باش يفيتوا المشاكل. بارك الله نتمنى لهم انا الشباب تاعنا في بعد البوليتيك هذاك يتبع البوليتيك ما يقدرش يكون هذا. لا سيدي هذا تطوع ما فيها لا بوليتيك لا والو. فوالا هادو ضحاوا على جال هاد الشباب وهاد الشباب راه يتمنى باش الناس تعاونه والمسؤولين يشوفوا ليهم ويعاونوهم باش حتى هما يخليو للقدام الاجيال الجايه ان شاء الله يا رب. وهاد انتوما راكم ديروا هاد التطوع وقتاش ما يحتاجوكم يجبروكم ولكن حتى انتوما تحتاجوا لواحد الصوالح ما راكمش تطلبوا المعجزات راكم تطلبوا حاجه تاع باش تعلمت دور الرياضه فيهم وتعلموا اجيال. هذه ماذا بينا احنا نوجهوا لهم الكلمه مباشره ونطلبوا منهم يشوفوا لكم. هذه هي الرئيس بلدي راه عهدنا ان شاء الله وراه عندنا اتصال معاه وراه الخطره راه يوصلنا ان شاء الله. بوزيان راه عطى عهد على نفسه اللي تتمنان عليه. وزيان راه عاطي وعد على نفسه وراه يقول باللي من يتفرغ ان شاء الله وتفوت هاد الازمه اللي راهم عليهم غادي يشجع الشباب ان شاء الله. شوفوا هاد النظره تاع هاد النساء اللي يقولوا باللي ما عندناش نساء. شوفوا هاد النساء كيفاش راهم جات وعندها الغيره وجات مقبره الشهداء وحتى هي راها تضرب في المزحه. واش هو رايكم يا رجال حنايا قال لي ما قدرتوش حتى تجيو حتى غير تشوفوا هذه مقبره الشهداء. شوف هذه الغيره شوفوا هذه النساء شوفوا هذه النساء كيفاش راهم يضربوا في المسحه وجايين ما عندهم حتى حاجه جايين على جال الخير. وغادي تسمعوا هذه النساء واش راه غادي يقولوا. سمعوا الضربه تاع المسحه كيفاش راها دايره. غادي نشوفوا واحد العضوة من جمعية الإحسان اللي راه حاضرة معانا وجاية مع نساء تبارك الله وماذا بينا راها يبان لي عندها واحد الكلمة باغي توجهها للمسؤولين تاعنا. الأخت أنت هي من جمعية الإحسان لبلدية حنايا واش هو الشيء اللي خلاكم تجيو لهاد المقبرة هذه مقبرة الشهداء وديروا التطوع؟ هي احتراما لشهداء الثورة. هادو شهداء حرمنا والنعمة اللي رحنا فيها بفضل هاد الشهداء. هادي الأولى. الزوجة جينا لله لخاطر هذا عمل تطوعي فيه الخير. والحاجة الثانية كوننا جمعية إحسان جمعية خيرية وعنا بغينا نثبت باللي المرأة قادرة تخدم والمرأة عندها دور في الثورة وفي الاستقلال وفي تشييد البلد باش البلد ترتفع وتتطور وتنجح يد في يد راجل مع المرأة وماشي عيب المرأة تخدم. ماشي عيب. هاي خالتي يمينة ثاني معانا كبيرة وراها يخدم ما شاء الله. واش هو الطالب تاعكم إن شاء الله باش تطوروا هذه الجمعية؟ واش راكم باغيين تقولوا لهاد المسؤولين هادو تاعنا؟ المسؤولين طبعا باللي احنا جمعية إحسان وجمعية خير
راكم معتمدين ولا مازال ما عندكمش الاعتماد ولا واش راكم؟ مازال الاعتماد، مازال احنا سبتنا كوارتنا بصح مازال ما جاناش الاعتماد، وعليها احنا نستنى الدولة تعاوننا تعطينا الاعتماد وباش نخدموا وحنا يعني معتمدين طرف الدولة باش يكون عندنا يعني باش تخدموا تكونوا إداريين وقانونيين باش تخدموا في الوضوح وتساعدوا الناس في كل المجالات. هذا هو الهدف تاعنا، هذا هو. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يسمعوكم المسؤولين وان شاء الله تكونوا في الخير اليوم تاع الشهداء هذه ان شاء الله. الله يرحم الشهداء، الله يرحمهم ويرحمنا بهم. امين امين. واش الاخر واش باغي تقول لنا في هذا اليوم تاع التطوع هذا؟ واحد الملاحظه هنا. لا ما واش ملاحظه، شوف الشهيد هذا اللي ضحى كما يقولوا هما بالنفس والنفيس، دار الله الرقم برك ما دارش تاع اسمه فاهم. شوف صح صح، هاني شايف هاني شايف هاني شايف، هاي قدامك، هاي هاي مسجله هنا. وراهم بعد يقفوا انا بعد الاشاره فاهم، ماشي زياده ولا كيف يكونوا لي زوتوريتي هناك برك. اسمح لي كيكونوا يصطفوا باش يسلموا عليهم صح. لا لا ما يجيوش هنا خاطر ما كانش لي يشوفوا. ايه ورا من المجاهدين صح، هذا الاصل يجيو يقفوا هنا بعد يمدوا الماكله. المجاهدين هما اللي يسبقونا يمدوا ليكزامبل. ونظن هاد الشهداء ماهيش فيها تمييز، فيها كاع كاع الجزائريين يشاركوا فيها. كاع بواتنا، كاع الشعب الجزائري هذا بواتنا. وهذه هذه دور دور هي الرقم دايرين الرقم هذا عنده اسمه هذا ماشي ما انا بعد الدولة ما اسمع. لا هذه انا نظن كاين هذه هذه مقبرة، مقبرة وطنية وفيها من كل جهة، كاين جهه فيها جبروا قدروا باش يجبروا اسماء الشهداء، ولكن هذه الاغلبيه ما عندهاش، هذه قاعده كشغل الاغلبيه ما عندهمش الاسماء. يبقى السؤال، يبقى السؤال مطروح، يبقى السؤال مطروح، علاش ما داروا لهمش الاسماء تاعهم؟ هذه هي، ما نظنش باللي كل شهيد مشى مجهول. لا خلينا هذا حضر، هذو راح لهم في الليل، هذو اللي ما عرفوش اسماء والو هو قاعد يوم اسمه هذا الشيء. واش هو الطالب تاعكم؟ واش هو الطالب تاعكم؟ الطالب تاعي هذه يسمعوها يعني الولائية. شكرا مهدو مهدو الله يرحمه. شكرا بارك الله. عندك إضافة تقدر تقولها حاجة واحدة؟ وش الدورية ورا معليش انتم الحضور تاعكم غادي يبرهن لهادو ناس اللي يحسبوا رواحهم مجاهدين وكذا وكذا، يشوف هذه الفرصه كيما هذه. هذه هاي تشوف في الوجه مناسبه كيما هذه، يجيبوا هادو اللي يكون التلاميذ يجيبوهم على الصغر باش يربيهم على هذا السيره هذه صح. ها صح. باش يكون عندهم روح وطنيه. اوكي كان ليش كنا نبحثوا على بلاش، ونحن وين هادو راه عندهم زهر من المقبره هذه راه في بلادنا، راه في بلادنا آه. صح شرف لينا احنا وراه الشن هالهواري بوم ديال الله يرحمه. شو هذا الله يرحمه ما داكش قو ذاكره بل القى القل القل كانوا يجيبوا هذا الدراري تاع اللي يكون يجيبوه باش تربوا على هذا. شكرا الاخ بارك الله. راه معنا الاخ بو عبسه ممثل البلديه، وهو راه نائب مع رئيس المجلس الشعبي البلدي في بلدية حنايا. هم من كلمة عندك تاع اليوم تطوع في هذه مقبرة الشهداء، خاصة راني نشوف نساء تبارك الله جاونا أول مرة لهذه مقبرة الشهداء. والله والله شرف كبير كي نشوف هذه الأخوات والإخوة هنايا في مقبرة الشهداء. هذا النداء اللي كنا برمجناه الأسبوع المصاري في مقبرة الحنايا، كنا يعني جندنا مواطنين باش يجوا اليوم نديروا حملة تطوعية، وكان تجاوب مع هذه الحملة. ونشكروا على كل حال كل أئمة تاع المساجد اللي عاونونا، ونشكروا كاع مسؤولي البلدية من خلال الاجتماع الأخير اللي درناه مع ممثلين المجتمع المدني والأئمة، وكان تجاوب. ونتمنى كذلك نتمنى من كل غيرين على هذه البلدية يمدوا يد المساعدة. علاش؟ لان نقول لك المجلس البلدي هذا الجديد راه عنده رغبه باه يخدم، ويطلب من المواطنين باش يساعد باش يساعدوه. حنا روحنا ما نقدروش نخدموا بلا المواطنين. ونظن على هذه راهم جمعيه الاحسان راهم لباوا الدعوه
وراهم جاوا وراهم يطلبوا من البلديه يعطوهم يد المساعده باش يزيدوا يمثلوا اكثر. واش قلنا على هذه الجمعيه؟ شوف حنا هذه الجمعيه نرحبوا بها وجمعيه تاعنا وتخدم في الصالح العام لمصلحه البلديه. نقول لك حاجه اخي، حنا اليوم رانا في مقبره الشهداء، هاد الشهداء ما يستناوش من ما يستناوش منا باش يقعدوا عليهم الحشيش. نتمنى كل غيورين كل جمعة وسبت يحضروا لهذه المقبرة، ولو لو كان يستوهم غير بالماء قطرة ماء قطرة تاع ماء. لخاطر هاد الشهداء علاش ضحاو على هذا البلد اليوم حنا رانا عايشين مستقرين. ونشكروا كاع الجماعة اللي راهم هنا، كل جماعة اللي حضروا معنا واللي راهم كذلك يمولوا بالماء. أي واحد شارك من قريب ومن بعيد، بارك الله في الجماعة. شكرا، بارك الله فيك. وغادي نشوفوا واحد الراجل طوري، واحد الراجل طوري كان حضر للطوره ويسموه الخالدي، وراه يبان لي راه فرحان بزاف، راه فرحان بزاف. ونسمعوا ان شاء الله واحد الكلمه من عنده. واش غادي تقول لنا الاخ خالدي على هذا اليوم المبارك هذا؟ هذا يوم سعيد مبارك، وهذه يعني مبادره من هذه الجمعيه نشكروها على كل حال. بصح نسال هنا هو شيخ البلديه، والله مسؤول البلديه، فرهم رئيس البلديه راه معانا، وهو اللي راه يوجه، وهو وقام حاضر معنا عضو هنا تاع النائب تاعه، ورئيس البلديه راه واقف مع هذاك، وهو اللي راه يمشي ما يقدرش يجي هو يخدم، ولكن راه يدور وراه معانا، راه يتمشى وراه يخدم ان شاء الله، وراه داير على نفسه باش يخدم هذه البلديه. واش هو راه يستنى من الشعب يعطيه يد المساعده؟ يد المساعده هي كل جمعه كما راه يقول، خصوصا تكون هذا تطوعنا حتى يقلع هذا الحكيك على هذا الشهداء. ومين تجي لهنا لهذه مقبره الشهداء؟ واش تذكرك؟ ذكرني الماضي المباراه في وقت الاستعمار، ملي كنا تراوغنا الشهداء الله يرحمهم، هما اللي ضحوا على هذا البلاد. وماشي وكان ماشي هما وكان ماشي راحنا هنا يا مستقل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. راه الاخ من المعلمين الكبار فهمتوا، هما قلنا اللي يمدوا الصوره، يمدوا المثال ولا الصوره لهذه البلديه. لا بدي كره هما هنا قلنا احنا درهم ولا علينا. رئيس البلديه الاخ بوزيان راه هو راه يشرف على هذه الخدمه، لخاطر ماهوش انا اسمع لك من القلب نتمنى ولا توفيق. ولا هو ما راهش غير هذا المكان، هذا راه عندنا اماكن واحد اخرى راهم يقدموا فيها. الاستاذ يوسفي تاع عضو من اعضاء البلديه ورقمه البلديه، هل من كلمه في هذا اليوم المبارك في مقبره الشهداء؟ واش من كلمه تقولها لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين. اولا اليوم مانيش عضو تاع بلديه، راني مواطن راه يتطوع. الحاجه اللي يؤسف عليها ان عينا نديروا نداءات والشعب حنايا ما لا اذن صاغيه ولا قلبي يتحرك ولا والو. المشكله سكو راه كاين الحشيش بزاف، وجيت وحده ما تصبقش، مجموعه قليله اللي يعطيهم الصحه جاوا تطوعوا لنا اليوم. ومازال الناس تخمم باللي انا خاطري انا خاطري انا خاطري. ونتمنى النداءات المقبله الناس تستجيب للدعوه، تراها امور كارثيه في المقابر تاعنا. الحشيش كثيف، بنادم ما رشقد حتى يتوشاف وسط المقبره. وشكرا. معلش انت كشاب ما نظنش باللي غادي تكره، وماذا بك تزيد تواصل وتزيد تشجع نفسك بنفسك وتزيد تبلغ رساله واحده اخرى. واش من كلمه تزيد تبلغها للشباب هذو باش يكونوا في المستوى؟ الشباب تاعنا نتمنى يطهر قلبه. صح، واحد ما يطهر قلبه يولي النيه تاعها صافيه وتولي الامور تتمشى مليح.
حنا هاد الشباب، هاد الشباب اللي جا اليوم جا من تلقاء نفسه، سمع نداء، لبى النداء وجا. وكلا كان الناس قد خمام باللي رحنا نعاونوا البلديه ولا حنا نعاونوا هما البلديه، ما يكفيهمش عياو يخدموا ما يقدروش. الا ما نوضوش حنا نديروا كما كنا في جدودنا يديروا التويزه، ما الامور بزاف. هذا هو الاشكال، الناس ما راش مفرقه ما بين العمال تاع البلديه وما بين التويزه ولا المساعده اللي كان الجار يساعد الجار ولا الناس تعاون في الضاله باش يخدموا في البناء ولا في الفلاحه. الناس مازال ما عرفوش ما معنى التويزه، ما راهمش مفرقين ما بين العمل تاع البلديه والعمل تاع التويزه. انا ماذا بك في هذا المجال تزيد توضح لنا الامور فيها. الامر بسيط، جدودنا كانوا كل العمل تاعهم بكري كانت مبنيه على التويزه، ما كانت عندهم لا بلديه ولا مشكلة. احنا بغيتو هذا العمل الخيري يولي ينغرس في الشباب في المجتمع تاعنا، في المجتمع تاعنا ينغرس في هذا العمل الخيري، تولي المحبه وتولي الموده وتولي تبكي عليا ونبكي عليك وتخاف عليا ونخاف عليك. صح. وهنا المجتمع تاعنا يولي متلاحم ماسك ويولي ايمان كبير بيناتنا. صح. الا بقينا نخدموا واحد التخمام تاع نقص النيه دوك كلشي يضرب في جبل القهاوي كاع معمرين، خصنا غير البلديه وماشي. آه. هذا ما غير ممكن. ترى عامل البلديه هو انسان، هو انسان وخصته هو يريح. التطوع وحده. التويزه تاع بكري كانت الناس تعاون بعضها بعض. سي حسني، التطوع حاجه في حاجه مليحه، حاجه مليحه. شوف تكون بنادم يطهر قلبه. إذا كانت عندها الضغينه وكان عندها الكره كيجي المقبره ويعتبر يولي انسان صالح للمجتمع. صح. وماذا بيا يفهموني دي صالح للمجتمع، ما نحوسوش غير على صوالحنا، نحوسو على صوالح الغير، صوالح المجتمع. صح. وشكرا. نخليك تخدم سي وسفي ونرجعوا لواحد واحد المتطوع اخ واحد اخر راه يخدم مقبره الشهداء، واش تقول لنا من كلمه ماذا بيا تسمعها وتقول كلمه للشباب. ايوا ماذا بهم يجوا يخدموا في سبيل الله، هذو الشهداء جاهدوا هذه البلاد ولازم احنا نردوا لهم ان شاء الله. هذه مقبره الشهداء والناس كامل تسال فيها. هذه مقبره ولائيه وطنيه ووطنيه على كل. وعندنا شرف البلديه الحنايا اللي راه متواجده هذه المقبره ان شاء الله. شكرا لك. اش اسماعيل استاذ، راني جاي لك ممثل الاساتذه والتربيه، واش قلنا على اليوم التطوعي في بلديه الحنايا ومقبره الشهداء؟ هذا اليوم يوم سعيد والناس هنا راهم متطوعين باش يقوموا بالعمليه، وهذه قبر الشهداء مقبره الشهداء تاع كامل الجزائريين، لازم كامل الناس تطوع وتجي وتساهم قد المستطاع. راهنا هنا حنا والشبيبه جميع الناس اللي راهم هنا راهم يد في اليد متعاونين على هذا عملية خير. هذه عملية خير ان شاء الله هذه العملية تكرر وتكون. واش من نصيحة اللي تقولها للشباب باش يعاود خطرة أخرى يتفهم الأمر ويولي يدير التويزة كما كانوا يديروها الناس بكري؟ لازم الشباب الناس وعيهم، الناس هضر معاهم في المساجد وكل شيء ويفهموهم، والاساتذه الثاني يديروا الدور تاعهم يفهموا الناس والشباب يفهموهم باللي هذه العمليه مليحه والفائده نتاعها فائده وصحيه. ثاني الانسان من يخدم يريح. يعني ثاني التعارف بيناتهم الشبيبه هنا صح، يعرف هذا وهذا. السلام عليكم. شكرا، بارك الله فيك. Thank you.